السلام عليكم. أنا اسمي ملك ميدان، أخت المعتقل السياسي الصحراوي الولي ميدان. وكما تعرفوا أخوي الولي المعتقل السياسي تم اعتقاله للمرة الثانية هذه، وتم الحكم عليه بخمس سنوات، وهو حاليا مزدار في السجن. يعني أنا مواطنة صحراوية كيف مواطنين صحراويين كاملين، تم اعتقالنا وتم تعذيبنا في السجون، وتم تعذيبنا يعني خارج، حتى خارج الاعتقالات، وتعذيبنا في منازلنا، تم الهجوم علينا في المنزل أكثر من مرة، وكان آخرها اعتقال أخويا الولي. تم اعتقال العائلة كاملة، الأم وجداتي وأخوالي وأخوتي كاملين. بالنسبة للشعب الصحراوي، فالشعب الصحراوي يعني ما قد توقف نضالاته، ونضالاته معروفة في عهد إسبانيا وعهد المغرب، واللي تم متواصلة إلين نحكم الاستقلال إن شاء الله. فبدأت انتفاضة الاستقلال في 2005، اللي قام فيها الشعب الصحراوي الكبير والصغير والنساء والأطفال والعجزة وجميع فئات الشعب الصحراوي، وقفت كاملة أيد واحدة باش تحاول عنها تدافع عن حقنا المشروع في تقرير المصير، وحقنا في الحياة السعيدة يعني في وطننا. يعني السلطات المغربية حرمتنا من جميع الحقوق، لا الدراسة، لا بالنسبة للدراسة، ولا بالنسبة لحياتنا اليومية، حتى الحياة اليومية امتنعنا منها، يعني ما تقرا، ما نشل الدراسة، يعني القمع في المدرسة والقمع في السوق، القمع في المنازل، يعني حتى المنزل يعني خاصك ما تمرق، يعني وصلت أوقات عن الدفة ما تنفتح، وحظر تجول على المواطنين الصحراويين. بالنسبة للاعتقالات، تم اعتقالي أكثر من مرة، يعني أكثر من يعني من 2005 وأنا تم اعتقالي، أكيد برفقة ياسر من مواطنين صحراويين ومواطنات صحراويات أكيد. فبالنسبة للتعذيب، يعني كل مرة يعني يتم تعذيبنا بطريقة شكل، لكن تبقى دائما هذه هي سياسة التعذيب المغربي، سياسته واحدة، يعني في التعذيب يعني يجوا على ياسر من طرق يعذبوا فيها الشعب الصحراوي، خصوصا النساء الصحراويات. لهي نذكر حادثة، يعني كانت آخر اعتقال اللي هو كان من 3 أشهر ذرك ولا 4 أشهر، يعني كانت وقفة للشهيد حمدي المباركي. كان الشعب يعني شعب صحراوي في حينا، يعني في حي الإنعاش، نظمنا وقفة سلمية، رفعنا خلالها الأعلام الوطنية وصور الشهداء الولي مصطفى السيد والبصيري والشهيد حمدي المباركي وابو الشيخ الخليفي، يعني صور الشهداء في حي الإنعاش، ورفعنا الأعلام الوطنية، وكنا نحن في العلايات لابسين الأبيض والأكحل والزغاريت والمنشورات اللي نطالب من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، ونطالب مولي من خلالها عنه من الشعب الصحراوي انه يواصل انتفاضة الاستقلال، وعنا نطالبه بخروج قوات القمع المغربية من الصحراء الغربية. كما العادة تم الهجوم علينا في هذاك اليوم، وكان يوم الجمعة، تم الهجوم علينا واعتقال جميع، يعني الهجوم على منزلنا بالذات، ودخلوه واعتقلوا جميع الأشخاص اللي معنا، يعني كانت فم والدتي ويعني وأصدقاء، يعني تقريبا كان المنزل فيه تقريبا أكثر من 15 شخص، تم كاملين اعتقالنا وداونا المقر السلطة الغازية المغربية. تم تعذيبنا، يعني تعذيب صراحة وحشي جدا، يعني يديرون الباندا على عينينا ويقلعون الباس والبط، ويعني يربطوا كرعينا بالمناط ويدينا ويبطونا ويدخلوا كرعينا في الكراسة، يعني طريقة يعني. لكن هذا كامل ما يمنع عنه الشعب الصحراوي اللي يتم واصل نضالاته، والشعب الصحراوي أبدا ما قد توقفوا للعنف ولا أي تهديدات، ما قد توقف الشعب الصحراوي ولا هي يتوقفوا لما نلنا الاستقلال إن شاء الله. يعني النساء الصحراويات كيفهم كيف الرجال، يعني يطالب نحن كاملين نطالبوا بتقرير مصير الشعب الصحراوي، ونطالبوا بخروج الدولة المغربية الغازية. بالنسبة للدولة المغربية، فهي تحاول إسكات أي صوت
يحاول الشعب الصحراوي من خلاله انه يعبر عن معاناته ويعبر عن الامور اللي يعاني منها حتى اللي فيحاول المغرب انه يسكت صوت النشطاء الحقوقيين الصحراويين، لكن منعنا من لقاءاتهم وتهديدنا انه لا تم ضبطنا مع نشطاء الحقوقيين اللي تم اعتقالنا وتم اغتصابنا وتم دفننا في اماكن بعيده يعني في الصحراء وكذا، لكن هذا كامل ابدا ما هو يعني الشعب الصحراوي مواصل الحمد لله. بالنسبه لي يعني انا كيف الشعب الصحراوي يعني تلقيت ياسر من تهديدات الاعتقالات ياسر يعني لدرجه اني ما قد نحسبها تهديدات بالاغتصاب وبالترحيل يعني من هذا يعني في رمي في اماكن بعيده والله ترحيل لاي مكان. تم الضغط على عائلتي، قطعوا المصروف على العائله، اعتقال اخويا الولي واعتقال اختي الرباب وطرد اختي يعني هذا تجديد خناق عليها في المدرسه وهي طفله صغيره مازالت. بالنسبه لي انا يعني تم طردي او يعني انا كنت نخدم في جمعيه للاجانب اللي اسمها اكروس ماروك، اللي هذه الجمعية كنت أنا أستاذة فم نقري اللغة العربية والفرنسية ونقري مولي الليزيترونجي نقريهم اللهجة الحسانية. تم تهديد مديرة المؤسسة بأنها تقوم بطردي والله يعني السلطات المغربية اللي توقف لهم هذا المشروع، وفعلا تم طردي من جمعية أكروس ماروك وتم يعني طردي من العمل ومنعي من مزاولة أي عمل ثاني، يعني منع أي جمعية من أني نشتغل معها. لكن الحمد لله هذا الشعب الصحراوي ما قد وقفوا أي العمل ولا قد وقفوا الاعتقالات ولا قد وقفوا نضالات، وأكبر دليل على أنه الاختطافات والاعتقالات من عهد إسبانيا ما من عهد المغرب، ومازال الشعب الصحراوي مواصل إلى اليوم ولهن تم ولا مواصلين الحمد لله. والشعب الصحراوي ما حدنا كاملين صحراويين عندنا حق نحن مطالبين به لهن تمو لهن نجبروه، وكيف ما يقول المثل ما داع حق وراءه مطالب. وشكرا وعاشت الجبهة الصحراوية.